طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو ايوه ازيك يا استاذ محمد؟ ايه الحمد لله تمام. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ تمام. اهلا بيك. اهلا بيك. اتعرف بيك يا حضرتك. انا عايز اتكلم في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. هي الست لا انا الصوت بيقطع شويه، ممكن لو قربنا جنب شباك مثلا او حاجه زي كده يبقى الصوت كده كويس. ايوه كده حلو. ايوه بقول لحضرتك فين الست اللي انت بتتكلم عليها اللي هي تبقى هي كل حاجه لجوزها؟ فين هي؟ موجوده هنا في مصر؟ لا مش يعني الحدوته مش مصر والمانيا يعني. الحدوته الست هي الست في كل مكان في العالم. فبس الفكرة ان في ستات فاهمة ومتفاهمة وفي ستات لا. وبعد كده عايز اقول لك حاجة كمان. معلش الخط قطع. الخط قطع. طيب حاولت يعني. طيب لو قدر يكلمنا تاني اوكي نطلع فاصل. انا بس عايز ارد يا راجل. طيب انا بس عايز ارد على حضرتك. انا معرفش حضرتك سمعني ولا لا، ولكن اتمنى انك تكون سمعني. الفكرة الأزلية اللي عندنا إن إحنا اللي أنا بقوله ده طبعا مص العليا، الست تكون وتكون وتكون وتكون. مفيش حد على وجه الكون كامل يعني، ده وضع طبيعي. فبما إن مفيش حد على وجه الأرض كامل يبقى ممكن يكون ناقصة حاجة، حاجتين، أو الحاجات اللي ناقصاها تبقى مثلا قليلة شوية يعني، مش ناقصة تماما، مش مختفية يعني، ناقصها بند من البنود اللي قلناه. بس ده برضو يخليها ست كويسة وتكفي، لان بما ان الست مش كاملة انت كمان مش كامل، وهي دي القضية. فموجودة بس بنسب، والنسب دي بتختلف من حد